تعالوا مع بعض بقى نشوف اول وصفه معانا النهارده. قالب الكفته اللي بالرمان عباره عن ايه؟ عباره عن لحمه مفرومه حمراء طبعا، تبقى مفرومه فرم ناعم، ومعانا حبوب رمان متفصص، ومعانا بشر بصله. يعني الكيلو اللحمه عليه بصلايه بيضه كبيره مبشوره حلو جدا، ومعانا كمان بيضه واحده نيه، معانا ثوم مفروم، بصل بودره، ثوم بودره، جوزة الطيب، بهارات الكفتة أو أي نوع بهارات أنتوا عايزينه. معانا كمان دبس رمان، بقدونس، بقسماط، وسمسم لو أنتوا برضو حابين. خلاص طيب، أول حاجة هنعجن كل المكونات دي مع بعض عشان إيه؟ نعمل قالب كفتة حلو جدا. وعايزة أقول لكم قالب الكفتة من مميزاته ان هو بيدي كمية أكبر من الحجم الحقيقي. يعني مثلا كيلو ده بيدي كمية حلوة وبيبقى مغذي جدا، والأطفال بتحبه قوي، ودي طبعا أهم حاجة بالذات للناس اللي عندهم أطفال وولادهم بيغلبوهم في الأكل. ماشي طيب، هنحط كده. وما ننساش ان احنا النهاردة هو عاملين قالب كفتة بالرمان. طبعا احنا كنا قايلين كل الفواكه اللي لونها أحمر، رمان، فراولة، توت، كل نفكر مع بعض كده الفواكه اللي لونها احمر ايه، بتبقى مليانه الياف، بتساعد على اننا نخس، وكمان بتساعد ان هي بتظبط ضغط الدم في الجسم، وفيها كميه مقويات للمناعه حلوه جدا. خلاص طيب، اول حاجه هحطها هي اللحمه المفرومه اهي، هحط التوابل بتاعتي. طبعا كل ما بنحط التوابل بنسب معينة ده بيدي نكهة حلوة جدا للحمة المفرومة. بصل بودرة وتوم بودرة، ممكن احط كزبرة برضو بس انا ايه ما جبتهاش، وملح وفلفل. طبعا البصل ده من الحاجات الاساسية اللي بتدي نكهة حلوة قوي لقالب اللحمة. خلاص اهو، فلفل اسود، ملح، اعجن كده. وبعدين هحط ايه؟ البيضه، اعجنها كويس. اللي بتطري اللحمه وبتخليها هشه فمهمه جدا في الخطوه دي. نحط بقسماط بقى، رشه كده بسيطه يعني. ماشي اهو، دهنت الصينيه بتاعتي او طبق البارك ده نقطه زيت اهو. ليه بنرش بقى رشة البقسماط دي؟ بتخليها من تحت كريسبي كده، بتبقى ظريفة وبتمنع انها تلزق. تمام؟ طيب نحط ده كده، وما نتخنهاش قوي، يعني ما نجيبش الصينية عريضة، كل ما تبقى سمكها متوسط كل ما تدينا نتيجة أحلى وطعم أحلى. أهو نضغط عليها كده بصوابعنا شوية كده، إيه بقدونس كده نحطهم كده اهو. ماشي اوكي، ونبتدي بقى نقطعها بطريقه متساويه. طبعا الحاجات اللي هي مش يعني معوجه كده شويه هناكلها، بس احنا عايزين طريقه تقديم حلوه. خلاص اهو نقطعها كده اهو، بصوا بتبقى ماسكه نفسها وجميله جدا 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 وطعمه جدا، هتعجبكوا قوي. برضو ايه نقطع دي كده ونشيل الايه اللي شكله مش لطيف. دي انا حاطه تحتيها كنت ورقه زبده اهو كده. وممكن بقى للي حابب بيحب ريحة الفحم، ممكن قبل ما نقدمها نحط فحم ونغطيها عشان تدينا ريحة الكفتة، تبقى فيها معمولة كأنها بالفحم. خلاص اهو كده.